معاناة يومين ثلاثة جاي نقف على الحصة. مو البارحة أول بارحة وقفت السيارة على السرة. ليلتين بايتين بالسيارة. ناس قاعد تعوفها هلا يومين ثلاثة تقفينا على مود حصتها مال الغاز لا تطلع 300 كل أربع ثلاث أيام 300 يعني عندك بطاقة وخدية. إيه بطاقة وخدية على النظام الإلكتروني. والله الناشد السيد المحافظ وناشد مدير المنتوجات النفطية بالدخل حلها لازمة والناس تعبانة حيل تعبانة والله يومين يعني احنا بايتين على مود الحصة برميل الغاز التجاري ب 200 ألف دينار برا داعين باع الله يقبلها محمد يقبلها احنا كل كم يوم هاي الحالة مالنا نرتاح لنا يومين ثلاثة يخلونا شهر نبات بالشارع شنو سيارتك؟ سكانيا قلاب 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 الله وكيل كروته كلها 15 ألف دينار جيريكال غاز ب 20 ألف والله واصل للحاسود لين انتصار واصل يعني طوابير طويلة طوابير طويلة وهاي احنا صار لنا شهر على هاي الحالة احنا بايتين 50 سيارة فاتت بلا سنة الله وكيل كلها بفلوس وهسه احنا ما معلوم انا هاي يوم الثاني وهسه ما مظل عنده 3000 لتر يا فول يا ما فول انا وحظي والله وضعتنا ازمه الغاز ازمه الغاز فد مره معصبه علينا يعني انت بدل ما تشتغل تروح على باب الله تطلع تجي تقضي لك سياره 3 ساعات 4 ساعات على ما تحصل لك غاز تبي لك سفره واحده ب 2000 دينار 3000 دينار تروح اهلك يعني الكيات طلبتوا سرب بحدكم خلونا سرب بحدنا سال الكيات كل مره سرنا ويا اللوريات يعني وسرب بحدنا وقضي سياره 3 ساعات ما يجيك السيره ابو الكر ابو اللوري بات مبيت خطيه يبات مبيت على الساحه يلا ابشر او يلحق سره او ما يلحقها من سره الغاز طلباتنا يوفرون الغاز بمحطات الدوله الدوله غاز وائلي غاز وائلي يعني عندكم يعني بطاقه وقوديه احنا عندنا اي حصه مسجله سيارات مسجله على الغاز احنا حصتنا يوميه 40 لتر بالكي ياخذ بس البنزينخانات ما متوفر بها الغاز لا لا ما متوفر يجي 4-5 بنزين خانات بليمن وبليسر قبل فترة ما كان اكو ازدحام كان السيارات الكبار واحد على الطرق الخارجية مع المحطات والتشغيل الطويل يلا تستلم والله مرات نص ساعة 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 ونص ساعتين ما سوى يعني اكو محطات السيارة تقضي برا الكبار يعني الكيات ما يسوون واحد هاي الساعة واحد اذا ورا الكبار لازم 6-7 ساعات يلا يجينا السيارة او ما يجي